10. تمام. معلش حصل حاجة غلط كده، بس بيخرجني اجي ادخل الاقي مدخلني بروحين، يعني مرة هوست ومرة مش هوست، اجي اعمل ريكورد يقول لي لا. في ناس خلعت. ماشي هكمل، ما قربت اخلص يعني، اديني بس 16 دقيقة، اقل من 10 دقايق. كنا وصلنا هنا ان انا جيت دخلت صورة بقى في النص، صح؟ انا عملت فيجر 1 اهو، وهنا فيجر 2. لما اجي ادخل صورة، تخيل لو انت عندك 20 صورة خلاص، وجيت دخلت صورة في النص، تخيل ان انت هتقعد ترقم كل الصور اللي بعدها تاني. لكن انا لو شغال كده، ادي برضو اهو بعد الصورة اهو، ادوس انتر، اقول له انسرت، ريفرنسز، انسيرت كابشن، شايف هو اوتوماتيك خلى دي اتنين. تمام. ومن اي حاجه بس انا كارت، قول له اوكي، وقفه في النص، شايف هو دي كانت اتنين صح؟ خلاها ثلاثه اخر واحده. فدي افضل طبعا، يعني الحاجه جت كاتب بشكل بروفيشنال وبتسهل لك بعد كده انك لما تيجي تعدل. خلاص كده؟ طيب انا كلام فوق الصوره، ما انا اتفقت مش هحط صوره كده من غير ما اشرحها، مفيش حاجه اسمها كده، ده ما يبقاش ريبورت. فانا عندي صوره تمام، دوست انتر، او لو عايز انزلها تحت بقف قبلها وادوس انتر عادي واكتب قبلها. فانا في وسط الكلام وانا بكتب هخليه نورمال بقى طالما الكلام عادي، وعايز اكتب عمال اشرح الصوره دي، وبعدين عايز اقول as shown in كما هو موضح في الصوره رقم كذا. شوف انت الكلام ده في ريبورت دايما، as shown in figure واحد او اثنين او ثلاثه، نعملها ازاي؟ اكتب as shown in، ما اكتبش بقى فيجر ثلاثه بايدي تمام، موضح في الصوره، امال اعمل ايه؟ اقول له ريفرنس، اقول له كروس ريفرنس، اقول له كمان موضح في ايه؟ في الصوره. تمام. فين الصوره؟ هو حاطط لي حاجات كتير، انا هنا هختار فيجر، الصوره اللي هي فيجر يعني، ايوه هي دي. ما لقيتش حاجه، لا يبقى انا كنت شغال على الفيجر اهو. اول ما دوست فيجر طلع لي كل الصور اللي في الريبورت اللي هي دي. انا عايزه as shown in فيجر ايه؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ اللي واقف عليها دي فيجر واحد دي ولا ثلاثه؟ ما حدش بيرد غيرك احمد حسنين، مفيش حد غير احمد حسنين هنا في المحاضره دي. يا جماعه as shown in فيجر ايه هنا؟ ثلاثه. تمام، يبقى اختار ثلاثة من هنا وقول له انسيرت. أول ما دوست انسيرت كتب لي هنا as shown in figure ثلاثة، بس هل أنا عايزها تبقى كلها؟ الفيجر ثلاثة بالعنوان؟ لا، أنا عايز فيجر ثلاثة بس، فما أقولوش انتاير كابشن، أقول له أونلي ليبل أند نمبر، وقول له انسيرت، وامسح بقى اللي فات دي مش عارف. كلوز. تاني؟ قول دي تاني. تمام. as shown in كروس ريفرنس فيجر اونلي ليبل اند نمبر 3، عشان اكتب لي فقط فيجر 3. اوكي. طبعا انت لو دي اتغيرت بقت 4 دي اوتوماتيك هتتغير، ما اتغيرتش اعمل ايه؟ يعني افرض دي بقت فيجر 4، يعني افرض انا حطيت هنا حشرت فيجر 3 3 في النص، وحطيت لها عنوان انسيرت كابشن، وقلت ان هنا حطيت دي افرض حطيتها فيجر 3، اوكي اهي برضه اقول له ريفرنس انسيرت كابشن فيجر 3 خلاص، واكتب عنوان كنترول دي اي حاجه. شايف هنا بقى دي فيجر 4 صح؟ دي بقت 4، المفروض هنا as shown in figure 4 ولسه سايبها 3، فانا ممكن اقف عليها كده اعلم عليها ابديت اقول لها ابديت.
بقت أربعة زي دي. خلاص؟ ساعات ممكن أبقى عملت غيرت عملت تغييرات كتير في الفايل ما أقعدش أعمل أبديت مرة مرة، أنا ممكن في الآخر خالص أقف على الفايل وأقول له أبديت أول. يعني في حاجة اسمها في الفايل كده اسمها أبديت أول. خلاص كده؟ أيوه. ماشي طيب الجدول. لما اجي ادخل جدول يعني هو كده هيعمل لي هيعمل لي ابديت لكل الفانكشن اللي جوه الريبورت هندسه لو قلت ابديت اول اه هوري لك ازاي دلوقتي اوكي طب لو انا هنا هدخل جدول حطيت اي جدول طبعا لو جدول كنت عامله في الاكسل انتوا كلكم بتعملوا جداول في الاكسل عادي سواء خدته من الاكسل او خدته من اي حته لو جدول كان في الاكسل مثلا هنا افرض كنت كاتب انا جدول عامل جدول هنا اهو خلاص وخدت الجدول ده كوبي لو قلت رايت كليك شايف عمل لي كذا اوبشن ادوس على اول واحده حطها لي كده ايه زي ما كانت في الاكسل ما فيهاش اقول له يوز ديستنيشن ستايل ثاني واحده خليها لي زي الجداول بتاعت الوورد خلاص طيب فوق الجدول ده المفروض بكتب العنوان الجدول فوقيه مش تحتيه يعني عنوان الصوره بيتكتب تحت عنوان الجدول بيتكتب فوقيه اكتب ايه بقى؟ عنوان الجدول اه ريفرنس برضو هي هي انسيرت كابشن بس مش هيبقى فيجر بقى هنا هيبقى تيبل بس انا مش عايزه تيبل 5-1 انا عايزه تيبل 1 هجرب ايوه تيبل 1 خلاص تيبل 1 واكتب عنوان تيبل 1 ماشي طبعا انا كاتب قبل التيبل المفروض بشرحه فعمال اشرح اشرح الجدول بس طبعا بص بص وانا بشرح انا عايزه يبقى نورمال كتابه نورمال يبقى ادوس على نورمال دي كده عمال اشرح 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 خلاص الجدول وعايز اقول كم هو موضح في تيبل 1 يبقى as shown in table 1 ازاي؟ برضه ريفرنس كروس ريفرنس only label and number واروح على table. يعني انا مش لازم يظهر لي تحت. اهو اهو. table 1 لو في كذا table تحت هيظهر لي تحت. table 1 insert اعملها لي هنا. table 1 بالعنوان بتاعه بس انا مش عايزه بالعنوان بتاعه. عايزه only label and number يكتب لي as shown in table 1 only only label and number. table table 1 insert shown in table 1 خلاص كده معايا يا جماعه حد يرد عليا غير احمد حسنين اه كان لسه معايا شباب في حد مستصعب الكلام ده حتى لو مستصعبه انت كده كده معاك فيديوهات ومعاك سكرين شوت ومعاك لا تمام ماشي طيب تمام ماشي يا ريت كلكم تشتغلوا كده محدش يجي يشتغل في الاخر بدماغه ويكتب لي تيبل 1 بدماغه والكلام ده عشان مش هقبل منه الريبورت عشان هو واضحين بس من البدايه اللي هيجيب لي ريبورت مليان بفونتات مختلفه مش مكتوبه الهيدنجز بالمنظر ده مش مكتوبه حاجه اوتوماتيك مش هقبلها منه ده احسن لك يعني طيب ايه تاني محتاج اقوله بس شون ان والكروس ريفرنس الريفرنس بقى دخله ازاي يعني انا قاعد بكتب كلام جبت كلام من ويب سايت مثلا كان في كلام هنا جبته من ويب سايت او من الكتاب ده ماشي ادي الكتاب هنا او خلينا ويب سايت انتوا حاجه بتاخدوه من كتاب اكيد بتاخدوا حاجات يعني انت واخد الهاوس كواليتي والريليشن شيب ماتريكس واخدها من عندي صح بس هم اصلا انت واخدهم من فين انا واخدهم من فين اصلا من الكتاب اللي هو بتاع اللي هو ده اه بتاع المرجع بتاع مش انا حاطط لكم قبل كده على الويب سايت ايوه ولا مش حاطه ايوه ايوه موجود ال طيب في كتاب اللي هو بتاع الجينيك ديزاين دوت اللي هو ده في مراجعين معانا هندسه مراجعين كله معاه الكتاب ده انا كنت بعته قبل كده على الويب سايت ابعته لكم تاني بس هو كبير اصلا يا ريت تبعته تاني هندسه بعد اذنك
طيب حاضر، هبعت لكم الكتاب ده تاني. لما تيجي واخد حاجه من كتاب، لو انا كنت واخد اي حاجه بس طبعا بكتبها باسلوبي ما باخدهاش زي ما هي، فافرض انا كنت واخد الكلام ده او الهاوس اوف كواليتي، خد بالك الهاوس اوف كواليتي والكلام ده انت مش جايبه من دماغك، الكلام ده كله له ريفرنس، كل الكلام ده له ريفرنس صح؟ اكيد مرجع انت مش جايبه من دماغك، الهاوس اوف كواليتي والريليشن شيب ماتريكس والديزاين سبيسيفيكيشنز وهو الاخر والكلام ده انت جايبه من حتت خلاص. فانت جايب الكلام ده من مكان ما وليكن كان من الكتاب وكاتبه باسلوبك طبعا، ما تاخدوش كوبي بيست زي ما انا هاخده، يعني لما اعمله ده غلط طبعا، انا بس عشان اوريك بسرعه انا ما باخدش الحاجه كوبي بيست زي ما هي كده، حطيت حاجه من كتاب هنا. شايف هنا لما اجي احطها عشان تنزل بنفس الفونت بقى ايه بين يو كيب تكست اون اللي هي دي اللي قلنا عليها. طب انا واخد الكلام ده من فين؟ او الهاوس اوف كواليتي ده انا واخده من فين؟ مثلا او الريليشن شيب ماتريكس السوني تيبل 1 وعايز اقول ان انا واخده من الكتاب دوت تمام؟ او ممكن الويب سايت، هوريك ازاي الويب سايت وازاي الكتاب. فازاي الكلام ده انا واخده من الكتاب مثلا؟ باجي بعديه فول ستوب واجي بعديه كده اعمل ايه؟ اقول له ريفرنس انسيرت سايتيشن اد نيو سورس. السورس بتاعك ده ويب سايت ولا كتاب ولا ايه؟ حدد نوعه من فوق. هو كتاب بوك يبقى بوك خلاص. مين المؤلف؟ مهم تكتب له اسم المؤلف اهو مثلا لايف ال دايم، هتكتب له الاربعه، افرض الاربعه هتكتب الاربعه وتحط بينهم سيمي كولون بين كل اسم والتاني، او زي ما هو عامل لك هنا اكزامبل، انت بتكتب الفاميلي نيم الاول المفروض اللي هو كده كلايف ال دوت دايم زي ما هو ما كاتبه كده، مش فادي كلايف ال دوت دايم. كلايف ال دوت دايم كلايف ال دوت دايم. وبعدين سيمي كولوم او سيمي كولوم ايه واكتب اسم المؤلف الثاني لو في مؤلف ثاني جون جون اي حاجه ديفيد طيب. طبعا كابيتال خلاص كده ماشي. عايز التايتل عنوان الكتاب هو كان اسمه انجينيرنج ديزاين. السنه عشان دي مهمه قوي، السنه في الهارفارد ستايل بيكتبوها عاده، يعني هتلاقي مكتوبه في لو انت كلاسيك الكتاب بايدك هيبقى في كعب الكتاب، لو دورت هنا في ثاني صفحه هتلاقي السنه، لازم هتلاقي حاجه علاقه طباعة بالسنة. مش دي طبعا، ده كده بيقول لك تأسست سنة كام؟ هي كوبي رايتس 2014. هو الكتاب ده طبع سنة كام؟ حد يدور معايا؟ ها 2014 خلاص يير 2014. السيتي بقى ومش عارف ايه بدخلها بقى، بدخل اسم السيتي اللي هي المدينه، هتلاقي مدينه النشر مذكوره هنا، موجود يونايتد ستيتس اوف امريكا. لو دورت بقى هتلاقي السيتي فين؟ ساعات بيتكتب بعض الكتب وساعات لا، هتلاقي في العنوان بقى الكوست ببلشر كذا كذا. هو الميزه دانفرز 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 الميزه في مندري بقى يا هندسه ان هو مش في البودكاست زي كده او في ما هو ماشي، بس انت يا مندري يا ريس لازم يبقى بي دي اف، الحاجه بي دي اف. اي ما ده بي دي اف يعتبر بودكاست. بس انتوا معظم شغلكم بتجيبوا ويب سايت او بيبقى عندك بي دي اف او بتاخد، او لو انت تاخد من كتاب او من اثنين فمش فارقه خلاص. مش هينفع معانا مندري عشان اغلب شغلنا ويب سايت بالظبط.
بالظبط. فالبابلشر بقى اللي هو دار النشر اللي هي مين؟ دون فاول. اديشن اني طبع اني نسخه دي الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ في الكتاب بقى فيه كده، هو مندي بيعمل الكلام ده اوتوماتيك، بس انت ما بتاخدش كل الحاجات من الكتاب. هنقول وات ايفر الطبعه كانت الاولى الثانيه زي ما تطلع مكتوب بقى اثنين، انا مش هكتب كل الداتا دي خلاص كده. ده كتاب قول له اوكي حطه لك هنا، بس اتاكد علم عليه كده وقول له ستايل بتاعك هارفرد، يبقى هارفرد عشان يطلع هنا، من هنا لازم يكون هارفرد خلاص. اوكي ماشي. افرض انت جايب حاجه من ويب سايت زي مثلا برودكت او الديزاين سبيسيفيكيشنز، اللي كنت جايبها من ويب سايت من هنا، فانت خلصت انه جايبها من ويب سايت، عايز تقول بقى انك جايبها من ويب سايت، اقول له انسيرت ريفرنس، انسيرت سايتيشن، اد نيو سورس، ويب سايت بقى. حلو. الاوثر بقى طبعا الويب سايت ممكن ما تلاقيش مؤلف يعني، بس يفضل يبقى فيه مؤلف عشان هو بيكتب اسم المؤلف دايما في هارفرد. مؤلف للمقال اللي انت جايبه من الويب سايت، دور لو لقيت لقيت، ما لقيتش ما لقيتش. طبعا نيم اوف ويب بيج ما هوش ال www ده بيتحط هنا، اللي هو اللينك بتاع الويب سايت اللي هو ده. اللينك بتاع الويب سايت. وده كده. هو بيتحط هنا. محدش بقى، عشان في ناس بتعمل ايه؟ بيكون عامل سيرش، فلما يجي يعمل سيرش مثلا جوه جوجل مثلا كده، مثلا يعني في ناس بتحط ويب سايت بالرموز اللي هي الغريبه الكتيره دي، لا انا حط لي عنوان ويب سايت بس. هو هنا طلع اهو مفروض. في ناس بتعمل ايه؟ هو عامل لك كده. جايب لي دي. ايه دي يعني؟ ايه ده؟ يحط لك الويب سايت ده اللي هو اللينك ده بتاع السيرش. يجي حطيت لي كده. يجي يحط لي دي، بص واجي انزل تحت، يعني عمر لما اجي انزل تحت الاقي حاجه رهيبه كل ده، لا انا مش عايز كل ده. انسيرت اد نيو سورس، الاوثر بتاعك مين زي ما يطلع، اليو ار ال تكتب لي ده، حاجه صغيره كده عنوان الصفحه بس، حد بيحط لي امازون والكلام ده خالص، ها وعلي بابا من كل دي مش انا شايف. ده دي ار ال. نيم اوف ويب بيج بقى اللي هو عنوان الصفحه مش اللينك بتاع الصفحه، يعني عنوان الموقع. ايوه يعني الموقع مثلا اسمه هارفارد بزنس ريفيو، خد بالك مش دي، ده عنوان نيم اوف بيج، يعني ذا هاوس اوف كواليتي ده نيم اوف بيج اللي هو ده. ايوه التايتل اللي بيتكلم عنه الصفحه بالظبط، لكن الموضوع نفسه نيم اوف ويب بيج في الحاله ديت هو يو ار ال اوثر نيم اوف ويب بيج اللي انا حطيته ذا هاوس اوف كواليتي ماشي؟ ايوه خلاص؟ أول عنوان كان مكتوب فوق اللي هو هارفرد معرفش إيه. خلاص كده؟ فأنا خلاص كده قلت أوكي. المفروض الريفرنس في سنة الريفرنس دي كلها في السنة اللي إيه يا أحمد؟ في السنة المفروض اللي اتنشأ فيها الكلام ده. لو لقيته. يعني لو في سنة هنا منشور فيها الكلام ده حطه. هل في سنة منشور فيها المقال ده مثلاً؟ بيبقى الكوبي رايت تحت، بيبقى الكوبي رايت موجود كوبي رايت مثلا سنة كذا مش شرط، ماشي حط اللي هو ده يعني؟ 2020 ماشي ايوه
ماشي. طب عايز اعمل ايديت يعني احمد كويس انه عمل احمد عمل كده، انا دلوقتي عايز اعمل ايديت في ده، اروح ازاي للريفرنس اعدل فيها بعد ما كنت حضرتها خلاص؟ مانج مانج سورس. اه مانج سورسز هي كانت فين بقى؟ بعد كده اختار اللينك بتاعي او الريفرنس بتاعي واعمل عليه ايديت. ذا هاوس اوف كواليتي ايديت السنه بتاعتي 2020. بس احنا مش لاقيين اوثر، ممكن تلاقي اوثر مؤلف تحت قول اوكي. اوكي طب الريفرنس دي المفروض تبان فين يا جماعه؟ بعد ما خلصت خالص 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 ريبورت في اخر صفحه خالص انزل دوس كنترول مع انتر، مش انتر بس، كنترول مع انتر عشان ينزل، ما تقعدش تدوس انتر 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 عشان ما تقعدش ترجع تاني كل ما تعمل ديليت فوق، كنترول انتر ضمن لك ان الصفحه دي باديه. اقول له ايه هنا بقى عشان يبان لي الريفرنس؟ اجي هنا على بيبليوجرافي دي بعد ما دوست على ريفرنس بيبليوغرافي ريفرنس اختار طبعا حط لي كل الريفرنسز اللي فوق، وكل ما زود حاجه فوق هتزيد تحت. طب افرض ما زادتش بعمل ابديت ابديت سايتيشن اهي، لو انا زودت حاجه فوق يعني ما كانتش متضافه هتتضاف تمام. طب عايز احط بقى ايه فهرس تيبل اوف كونتنتس لكل ده، وكمان احط تيبل اوف فيجرز، اقف فوق خالص ادوس كنترول انتر انزل كل حاجه تحت واقف في اول صفحه تيبل اوف كونتنتس منين؟ برضو ريفرنسز تيبل اوف كونتنتس، بس لازم اكون شغال تحت اوتوماتيك بالمنظر اللي كنت شغال بيه عشان يظهر لي تيبل اوف كونتنتس، والا مش عايزها. واقول له تيبل اوف كونتنتس كده حط لي كل اللي انا كنت كاتبه تحت بالصفحات. لو انت غيرت مكان حاجه تحت يعني شايف الكتريك ديزاين ده في صفحه 3، افرض الكتريك ديزاين ده فضل ينزل معايا لغايه ما بقى في صفحه 4 يعني زودت صفحه تحت كمان اهو، ابص فوق هلاقيه لسه في صفحه 3 مش كده؟ بس هو نزل صفحه 4 فلو ايوه فلو عملت كده رايت كليك ابديت فيلد ابديت انتاير تيبل كله كله يبقى الكتريك ديزاين في صفحه كام؟ اتعدل اهو في صفحه 4. يبقى انت كل شويه تعمل ابديت خلاص، وكل شويه ممكن تعمل تيجي توقف لو انت عايز تعمل ابديت لكل الصفحات لكل حاجه، فلو وقفت على فيجر 4 اقول له ابديت فيلد في حاجه اسمها اول، هي مش هتظهر لك الا لو كان في كذا حاجه محتاجه تتعدل يعني طيب. ابديت اول دي مش هتظهر لك الا لو كان فيها كذا حاجه ما اتعدلتش عايزه ابديت. يعني تعال نجربها كده بسرعه فيجر. ايه اللي بيعيط؟ انا عندي حاجات كده. لا ده عبيد هندسه. عبيد ده اخوك؟ عندك كام سنه؟ بس حطيت اهو فيجر كذا. انستركشن افرض يعني قعدت احط صور 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 فيجر فيجر. شايف كل ده محتاج يتعدل. عمال انزل في صور 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 دي بقى شويه كتير شايف لو علمت على دول مع بعض اتعدلت، بس هي ابديت اول دي الظاهر ما بتظهرش الا لما يكون في كذا حاجه مكتوب محتاجه تتعدل. انا علينا يعني المهم ان هو عدلها. اهي ابديت انتاير تيبل علمت على كل الكنترول اي على كل ودوست كنترول اي على كل الايه على كل الوورد على كل الفايل ابديت انتاير تيبل اوكي ماشي. يا جماعه انتوا معايا؟ تمام يا هندسه. انا خلصت كده؟ اه هندسه انا خلصت. في اي مشكله في اللي انا قلته ده؟ في اي مشكله في اللي انا قلته؟ تمام يا هندسه. طيب تمام انتوا هتلاقوا الكلام ده
طبعا موجود عندكم في المحاضره، اللي هي المحاضره اللي هي 3 اللي هي رايتنج ديزاين ريبورت في الماتيريال، وهتلاقي طبعا هسجل الزوم ده ريكورد هحطه لكم على اليوتيوب. ماشي، ده اشتغلوا بقى يا جماعه. فين ايمان؟ ايمان هنا. تمام، معلش يا هندسه، نسمه بتقول لك انه النت فصل عندها. طيب مفيش مشكله، اوكي خلاص تمام. ماشي، شكرا يا جماعه. مصطفى السيسي. ايوه هندسه. ايوه هندسه، خلاص ادخل معايا الساعه 3 كده يا مصطفى. ماشي يا هندسه، لو انت عايز تناقش الحاجه اللي نبص كده على الحاجه اللي فاضله عندك. ماشي حاضر. انا باشمهندس، طب اجي. طيب مين اللي بيتكلم؟ عمرو باشمهندس. عمرو طه، تعالى يا عمرو باشا. تمام ماشي. بس انت عمرو، انت كنت عامل باص يا عمرو صح؟ ما انا المفروض احل الام والدي بس ما بعتهمش لسه. استنى انا ما بعتهم. طيب طب ابعتهم الاول. طيب ماشي ماشي. السلام عليكم.